بيب. اي يو، السلام على فيديو تاع اليوتيوب. بس ما اعتبر نفسي يوتيوبر، واخيرا عدنا للفيديو بلوجز الطبيعيه اللي اقعد احكي بها وياكم. واليوم خلينا نحكي عن التنمر. اعطيني انترو. امر بنفسك ما تستنى حدا يحكي لك انت شو قيمتك، انت من جواك بتعرف قديش كل الناس اللي حولك بتمنوا هزيمتك. التنمر وفقا لويكيبيديا هو الشكل من اشكال الاساءة والايذاء موجه من قبل فرد او مجموعة نحو فرد او مجموعة تكون اضعف. وهنا أنا لازم نوضح نقطة مهمة، وهي انه التنمر شيء والاعتداء الجسدي شيء ثاني. لما واحد يتنمر عليك ويقعد يحكي عليك ويحاول يقلل منك او يفش عليك ويهينك وغيرها، هذا تنمر. لكن لما يوصل مرحلة انه يضربك او يدفعك، هذا مو تنمر، هذا صار اعتداء جسدي، ولازم تدافع عن نفسك بالقوة وتوقف هنا. واحدة من أكثر الأماكن اللي يمارس فيها التنمر هي المدرسة الثانوية المتوسطة والإعدادية، المكان اللي يجمع عدد كبير من عقد نفسية وأشخاص استوهم قاعدين يكونون شخصياتهم وآرائهم بالحياة. وما أعتقد أكو واحد ما متعرض للتنمر بحياته بالمدرسة، وحتى المتنمر نفسه أكيد بفترة من حياته هو تعرض للتنمر، لأن التنمر هو حلقة مفرغة. واحد يتنمر على واحد ثاني، وهذا الثاني رح يحس بنقص بنفسه فيروح يتنمر على واحد ثالث حتى يعوض هذا النقص. أعرف جنوة التنمية بشرية، بس صدق اللي يتنمر هو يحسك نقص بنفسه ويحاول يعوضه بتنمر على الآخرين. وللأسف يا عزيزي، فحتى لو أنت الشخص المظلوم اللي يتعرض للتنمر، فأكيد ولو حتى على الأقل مرة واحدة بحياتك، أنت حتى لو كنت ما تقصد تنمرت وجرحت مشاعر شخص ثاني، لأن التنمر يبقى يمشي بحلقة مفرغة. من شغلات الزينة اللي صارت بالفترة الأخيرة أنه صار أكو وعي أكبر عن موضوع التنمر، وطلعت هواي حملات مثل كلا للتنمر، كن صديقا ولا تتنمر وغيره. وهو شيء زين أنه صار أكو وعي عن هذا الموضوع وآثاره، وأكيد رح يخفف ولو بنسبة بسيطة من التنمر. بس المزعج بهذا الشيء أنه بدأ يصير بيه مبالغة وتطرف، يبدون حاسبك على كل كلمة وكل حرف تقولها، وأنه ممكن تعتبر أو تفهم تنمر على فئة معينة. وحتى هذا الشيء صار على الأغاني، مثل أغنية سلامونيلا مال تميم يونس اللي بقوا يقولون عليها أنه يتنمر وضد المرأة، ولا أن اضطر بالنهاية أنه يحذفها من اليوتيوب. مع العلم أن الأغنية إذا تركز بيها فهي ما بيها أي تنمر ولا أي شيء، وكلماتها عادية. عشان تبي تقولي لا. حتى الأعمال التلفزيونية اللي تنحذف منها هواي مشاهد لما تنرفع على نتفليكس، بس لأنه قد تعتبر تنمر على بعض الفئات. وهذا الشيء مزعج، يعني بعد حتى ما حد راح يقدر يحكي براحته وحريته. يعني أوكي، التنمر هو شيء سيء، لازم نوعي حوله ونسوي حملات ضده، بس بدون مبالغة وتطرف. وهسه نجي للسؤال الأهم، شلون نتعامل ويا التنمر؟ اوكي، شفت فيديوهات الناس بتيدكس عن هذا الموضوع وقرأت مقالات عنها، وتقريبا قدرت ألخصها بنقطتين. رقم واحد، لا تقمز. لما الواحد يتنمر عليك لا تضوج وتعصب وتتنرفز وتقمز وتحاول انه بس ترده، لانه هذا هو الشيء اللي يريدك تسويه، فلا تحقق مبتغاه. خليك كول وهادئ وحاول ترد عليه بطريقة التسخيف. كمثال، هاي انت غبي. يب، انا كلش غبي، اتمنى انه في يوم اصير كلش ذكي مثلك. رقم 2، سامح. اكو مقولة الغاندي يقول بيها، لو عملنا بمبدأ العين بالعين سيصبح العالم أعمى. حاول ايش قد ما تقدر ان ما ترد التنمر، وتصير انت الشخص الكبير اللي يسامح المتنمر، وخلي حلقة التنمر توقف عندك. بس هذا الشيء ما يمنع عن مراتك متنمرين وتافهين وزبالة، ولازم ترد تنمر مطيح. وختاما نتذكر المقولة اللي تقول، طيب موسيقى، عامل الناس كما تحب ان تعامل. فيعني اذا كنت تريد ما يتنمر عليك لا تتنمر، وقبل ما تحكي اي شيء فكر باثر هاي الحكاية على الشخص اللي راح تحكي له اياه، او احكي براحتك عادي، انا شو علي بالنهاية. بس اعزائي المشاهدين، هذا كان التنمر. اذا يا بدين شيب انشب الخاطر ربك، وانت اصلا من يتابعك ومن يشوفك ومحتواك فاشل وزبالة، يا نعال يا زبالة يا وسخ. اوكي، أني وسخ وأنت النظيف. إن شاء الله في اليوم أتمنى يعني أوصل مرحلتك وأصير مثلك. ها؟ إيدي يلا نشب وتم زين، يوتيوبر فاشل وسمين وعندك جرب بيك أجي بيك لا جرب هذا يعني أنا. بس أعزائي المشاهدين، هذا كان التنمر. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك وسبسكرايب والشير. وهاي شكرا لأن كملت الفيديو. كل ما كلمات صادرة منك برت، ما أثرت بمبدأي وبالهراء استمرت. فعجبي لناس محاربة التجديد، وقبال مواهب فاتحة أبواب التجنيد.
ما عنديش مشاكل مع شتى الفنون، اعمل اللي بتعمله عشان نستوعب مين بتكون.